الله أكبر. تدك المدفعية والصواريخ منازل المدنيين في ريف اللاذقية، لا أحد ينجو من القصف والدمار. براميل متفجرة تلقى يوميا بالعشرات من قبل مروحيات وطائرات النظام على قرى الحفة وجبل الأكراد والتركمان في الريف، حيث دكت قذائف وبراميل النظام هذا المبنى في قرية الروضة في ريف اللاذقية. لا مظاهر مسلحة أو عسكرية تبدو هنا كي يستهدفها النظام بقذائفه، وإنما مدنيين يصرون على البقاء في بلدهم رغم أنف نظام جائر استبد العباد ونهب البلاد. كما يظهر قصف عنيف على قرية كنسبة في جبل الأكراد بالبراميل المتفجرة، حيث تغير طائرات النظام التي حرم عليها الطيران في سماء إسرائيل لعقود طوالا، أجدر وأولى من وجهة الممانعة الأسدية أن تقتل مدنيين وتحرر سوريا من أهلها قبل توجهها لاستعادة الجولان إن عرفت الوجهة حينها. لا حرمة لدى هذا النظام لمسجد أو محراب أو حتى إنسانا صغيرا كان أو كبيرا، فكلهم في نظر الطغاة منارات تنير حرية تحرق بوهجها طغيان حكم طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، حيث يظهر من الصور استهداف مسجد السرايا بريف اللاذقية بالقذائف والبراميل المتفجرة، ليكون المسجد شاهدا وحجة على من يصمت ويتخاذل في نصرة شعب يقتل ومقدسات تدنس. كما سجل سقوط العديد من الجرحى منهم بحالة خطرة جراء القصف بالصواريخ والدبابات من قبل كتائب الأسد على قرية السرايا التابعة لمنطقة جبل التركمان، كما تم نقل الجرحى إلى المستشفيات التركية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام تقريرنا لهذا اليوم الأربعاء 31 من تشرين الأول لعام 2012. كان معكم عبد الرحمن اللاذقاني من شبكة أخبار اللاذقية.